ضدهما. ياما تعال هنا، تعال. يجب أن تتعلم حقيقة موقعك، إنك ذكي لدرجة تمكنك من أن تكون بارزا بين الكلاب. إنهم أصدقاؤك القدامى، وجميع الكلاب في القرية يكرهونك أيضا. لا أصدقاء لك الآن، ولكن تذكر أني صديقك. ياما إني أحبك. خذي هذا الآن. السيدة ياماتا بعيدا أرجوكم. حسنا. إنه كلب متوحش. إنه يهاجم الناس. إنه كلب متوحش. لقد كاد أن يقتلني. إننا لا نستطيع التحرك في القرية. إذن سوف أقيده. إنه يستطيع أن يقطع القيد في أي وقت. إن الكلب يتذكر أي إنسان يؤذيه، أليس كذلك؟ ماذا؟ حتى كلاب المنازل تنتقم إذا ضربت بشدة. ها؟ أتستطيع الكلاب ذلك؟ فلماذا لا يعضك هذا الكلب؟ أنت لا تعرف كم تؤلم. كان يجب أن أقتل هذا الكلب ولا أبيعه لك. إذا لم تتخلص منه سأعلم الشرطة، تذكر ذلك. ويحك يا ما، إنك في ورطة، الحق عليك. ولكنه ليس متوحشا، إني متأكد، لقد دربته بشكل جيد يا عمي. شكرا لك. ماذا أفعل؟ سيد ياسين، أنت تعرف القانون، الكلاب المتوحشة تقتل، هل تفهم؟ ولكن يا سيدي، يا ما ليس متوحشا. المتوحش لا يمكن ترويضه، أرجو أن تسلمنا الكلب. انتظر، أنا سأفعل ذلك بنفسي، امنحني بعض الوقت. أتعد بأن تفعل ذلك؟ نعم. حسن. ياما، هذا طعامك المفضل،
كل كما تشاء. جيد جيد يا ما، إني أحبك جدا، لا شك أنت كلب ذكي. ياما حظا طيبا. ياما سامحني سامحني.